خلصت كوي الساعة 9 الصبح من كتر ما هي عمالة تكوي المادة اللي هي أساساً الشعر مشدد منها. طبعاً أنا مش مستحملة، خلصيني أنا عايزة أمشي، خلصيني خلاص والله مش عارفة إيه. جت قبلها بعدها بقى راح قالت لي تعالي نعمل يلا بقى التوريد. قلت لها لا انا مش شايفه قدامي ومش هعمل حاجه. بيتي بره يعني عند كفر. اه يعتبر مش يعني اه يعتبر بيت. قالت لي هنعمل التوريد. قلت لها انا مش قادره. قالت لي طب هنعمل تيست للبنج هنشوف شفايفك هتلقط معايا البنج ولا لا، على الاقل لو جيتي لي تاني ابقى عارفه ايه مدى البنج معاكي بيستجاب ولا لا. حطيت وشعرك شكله ايه بقى؟ شعري بقى اول ما كبست بالمكوى من الفورمه اللي في الماده ادى اصفر اللي هو العين ما تستحملوش، يعني اصفر اصفر بقى اللي هو زي ما بيتريقوا يقولوا اصفر اكسجين ده. فطبعا المنظر بقى شاذ، وهي بقى طبعا بحجه وناعم ولا واقف يعني؟ ناعم، بس طبعا هي بتنشف ازاي؟ بتنشف بالفرشه والاستشوار، فطبعا هو مستشوى. فبحجه بقى الاطراف المتساقطه يعني اللي هي البايظه اللي هاشت منها كان شعري لحد هنا. فقعدت بقى تقص وتساوي وتقص وتساوي لحد ما بقى شعري لحد هنا كده.